دلوقتي نروح مع حضراتكم مرة تانية لزميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. لمياء، الجو بقى ساقع خلاص، ما بنهزرش يعني. لا على فكرة، اليومين اللي فاتوا كانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، وكان بيبقى دافي شوية بالنهار، علشان كده هيئة الأرصاد الجوية دايما كانت بتحذر الناس ما تخففوش ملابسكم، لأنه في درجات يعني بالليل بتنزل ل 10 و 12 درجة. صحيح، على فكرة يعني الصبح حر شوية لكن بالليل بيرجع تاني يعني، فخليك لابس تقيل. أنا لابس تقيل. وصباح عليكم مشاهدينا مره ثانيه. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للدفء بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشماليه ودافي على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشماليه ومائل للحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء. خلونا دلوقتي نتعرف على تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان اليومين اللي فاتوا كانت درجات الحراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه، ودلوقتي احنا بنتعرض لصحيح امطار خفيفه ومتقطعه من مكان للتاني، فعاوزين نطمن على درجه الحراره النهارده ايه؟ احنا طبعا اليوم لسه مكملين في حالة الاستقرار في الاحوال الجوية، رغم ان في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لكن تعتبر اعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 الى 4 درجات، لان العظمى اليوم على القاهرة الكبرى متوقع تكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، في زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس خلال فترة النهار، وهنحس بالاستقرار والدفء والاجواء المائلة للدفء على اغلب المناطق الشمالية الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اجواء دافية على شمال الصعيد، يمكن المناطق لسه الجنوبية فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بتوصل العظمى على بعض المناطق من جنوب الصعيد ل 30 و31 درجة مئوية، والاجواء مائلة للحرارة خلال فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد، لكن السواحل الشمالية بيكون فيها اعتدال في درجات الحرارة وأجواء معتدلة تماما على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ده بيكون تحديدا فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب بنبدأ نحس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيبدأ تحديدا من ساعات المغرب، ويمكن بيكون ملحوظ أكثر في ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم متوقع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، وتحديدا في مطروح والسلوم، قد تمتد كمان السحب دي لبعض المناطق من الإسكندرية، وهيكون معاها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة من اليوم وغير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، يمكن كمان نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا، وكمان بعض المناطق من خليج العقبة فرص أمطار خفيفة، لكن متوقع ان شاء الله من غدا الثلاثاء يكون في بعض التقلبات الجويه واللي هنشهدها مع انخفاض درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه بحوالي 3 ل 4 درجات، يعني كافه الانحاء هتشهد انخفاض في درجات الحراره، وده بسبب اختلاف التوزيعات الضغطيه وتاثرنا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط هيعملوا على حاله من التقلبات الجويه، هيكون فيها انخفاض في درجات الحراره، نشاط الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره، فرص الامطار كمان هتزيد على المناطق الساحليه وتتقدم كمان لبعض المناطق الداخليه، وهتكون امطار الى الان من خفيفه الى متوسطه على محافظات السواحل الشماليه للبلاد بشمال الوجه البحري. تمام. متوقع كمان انخفاض درجات الحراره يكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا بسرعه نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 21 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 21-12، اسكندريه 20-12، العالمين الجديده 20-12، مطروح 19-12، دمياط 20-13، بورسعيد 20-12، الاسماعيليه 22-11، السويس العظمى فيها 22 والصغرى 12، العريش 20-12، كاترين 19-5، طابة 22-14، حلايب 26-17، شلاتين 29-18، شرم الشيخ 26-16، الغردقة 25-15، الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 9، بني سويف 24-9، الوادي الجديد 28-9، أسيوط 25-10،
سوهاج 27/11، قنا 28/11، الأقصر 30/11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 13. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وتوصيات هيئة الأرصاد الجوية. نخلي بالنا إن في على الطرق سواء الصحراوية أو الزراعية شبورة بتبتدي من بالليل متأخر وبتكمل معانا للصبح بدري، ناخد بالنا من تعليمات المرور نلتزم بيها كويس جدا عشان نرجع بيوتنا بألف سلامة. ونرجع مرة تانية لأحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا.